يقول: أنا شخص أتحرى الحلال في الأطعمة وبخاصة اللحوم المستوردة. نعم، هذا طيب، تحري الحلال، لكن الشك الكثير هذا وسواس. أما إذا كان إنه الشك له محل وله مجال، هذا قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الشبهات فقد استبرأ من دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. تجنب الشبهات لا شك أنه طيب. إذا اشتبه عليك لحم مثل الدجاج مستورد من الخارج، تجنب هذا أحسن بلا شك لأنه مشتبه. أما إذا كان يذبح في البلد، فالذي يذبح في بلد المسلمين الأصل فيه الحل والحمد لله. نعم.